بطلت بسمع. انا الجماهير يا باسي 5 مليار، بعت دم المصريين بكام يا باسي؟ يا باسي يا باسي، ده احنا عندنا في المنوفيه عندنا بنشرب ميه البلديه على ميه الطرنشات. اه انت الطرنشات اللي مش هتمنها. والله يا باسم اتمنى من الله ان هتلاقي. بطلب سؤال ليا للنائب العام، بقول له فين لي قناه سلمى راديو، مسرح الاراجوزي فيلو، تشخيص امريكا وماما امريكا ابعد عننا. احنا حضاره، احنا شرق، احنا ناس بنقدم شهداء، احنا بنطهر البلد، احنا بنطهرها من الارهاب. ده ملوش لازمة في الوجود، ده مجهول الهوية، ده ملوش أي معنى، ده حاجة زي هبو، زي تراب كده وهشاشة وبتجري، ولا له أي لازمة. أنا بقول لك أهو يا باسم، لم نفسك، وأنت معاك جنسية أمريكانية، اللي ميعادك عندنا. أنت أمك أمريكا وأختك موزة وأخوك قطر.